انا هند ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي من خلاله غادي نبارطاجي معكم كاع الاهداف اللي وضعتها على حسب خطه شهر رمضان المبارك لسنه 2021 باش نحاول ما امكن انني ندارك الاخطاء ديال السنه الفارطه ونحاول انني نخدم عليها هاد السنه ونوصل من العتبه اللي فعلا الصراحه كنت كنطمح انني نوصل لها السنه الفارطه ولكن ما كتبش. كللت العمليه بالفشل ولكن هاد السنه غادي نزيد نخدم على هاد النقاط اكثر فاكثر باش نخلي العمليه انها تكلل بالنجاح. دونك بهذه المناسبه كنبغي نقول لكم رمضان مبارك كريم وكل عام وانتم بالف خير. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والتيسير والرزياق وكل ما كنتمنوا. اللي في بالو شي حاجه سيدي ربي حقق له، اللي استصعب عليه شي حاجه سيدي ربي يسر امره، اللي مريض الله يشافيه وسيدي ربي يعطيه شي صحه جديده خلال هذه العواشر المباركه. اذا بلا ما نطول عليكم يلا هم داو الفيديو ديال اليوم، لكن قبل من هذا الشيء هذا كامل اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يدخل يشترك، يضغط على زر الاشتراك الاحمر يفعل جرس التنبيهات باش كل صامل ينزل اي جديد تكونوا نتوما اول واحدين كتوصلوا به. الى عجبتكم الفيديو ديال اليوم والفكره ديالو ما تنساوش انكم تضغطوا على زر لايك وتبارطاجيوها مع كاع الاصدقاء ديالكم. اذا بسم الله على بركه الله لننطلق. اول هدف غادي نفتتح به الفيديو ديال اليوم واللي هو توطيد العلاقه مع الله عز وجل، توطيد العلاقه مع الذات وتوطيد العلاقه مع الاخرين. حيت شوف هادشي هذا هاد ثلاثه ديال النقاط اللي هضرت عليهم راه كيمشيو بشكل متسلسل ومسترسل. حيت الا عندك مشكل في علاقه مع الله عز وجل فكون اكيد غادي يكون عندك مشكل في توطيد العلاقه مع الذات، وهادشي هذا غادي يخلف مجموعه ديال السلوكيات اللي ما غادي يعاونكش بشكل كبير باش انك توطد العلاقه مع الطرف الاخر. الهدف الثاني اللي باغي انني نخدم عليه هو الصراحه تحدي اكثر من اللي هو هدف، واللي هو الحفاظ على قراءه القران لمده ساعه كامله. حيت العام اللي فات خدمت التحدي على حساب نصف ساعه ونجحت فيه، ولكن هذا العام غادي نزيد نصف ساعه اخرى، وبالتالي غادي نحاول ما امكن انني نقرا لو ماكسيموم بوسيبل ديال السور القرانيه لمده ساعه كامله. الهدف الثالث واللي هو خصني نحاول ما امكن انني نصحح النظام ديال النوم عندي، حيت كيف ما كتعرفوا شويه ملي كيجي شهر رمضان يعني لو سيستم ديال النعاس ديالنا كيتقلب. دونك غادي نبارطاجي معكم انا البرنامج ديالي خلال شهر رمضان كيفاش كندوزو. دونك الفتره الصباحيه كيكون عندي عمل في المدرسه، الفتره المسائيه كنخدم هنايا داخل العياده، من بعد كنتوجه للمنزل ديالي، من بعد كنفطر مع العائله، مورا الفطور كاين بزاف ديال الناس كينعسوا انا ما كنقدرش نعس، كيف كنبقى فايقه حتى كنتسحر وحتى كنصلي عاد كنمشي للنعاس ديك الساعه المكانه اللي كتبقى لي، حيت كيف ما كتعرفوا كنفيق مع 7 ديال الصباح. دونك غادي نحاول ما امكن انني نزيد نخدم على خطه النوم السليم باش كونصا حتى الجسم ديالي يستفد ونكون اكثر نشاط واكثر طاقه ايجابيه واكثر حيويه خلال اليوم. الهدف الرابع والاخير هو تصحيح النظام الغذائي. دونك كيف ما كتعرفوا النظام ديال النوم راه عنده علاقه بالنظام الغذائي ديال الانسان، ف خلال هذا الشهر هذا حتى النظام الغذائي ديالنا كيتبدل وكيتقلب سفاعله عليه. كنا كناكلوا مثلا ثلاثه ديال الوجبات في النهار، الفطور والغداء والعشاء، كنبقاو صايمين النهار كامل، ملي كنظن المغرب كنطيحوا على ديك الطبله ما كنوضوا. هذا هو الخطا الكبير اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس، واللي انا وحده من هاد الناس هذه. فغادي نحاول ما امكن انني نرتب الوجبات ديالي ونحاول ما امكن انني نركز على الاكل الصحي والسليم، وبالتالي غادي نكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. نتلقاكم باذن الله تعالى في الفيديو الجاي اللي غادي يكون عباره عن فلوق واللي غادي نبارطاجي معكم فيه اول ايام شهر رمضان المبارك، كيفاش غادي ندوزها وفين غادي نمشي وشنو هما الحويجات اللي غادي ندير. غادي نحاول ما امكن انني نبارطاجي معكم كاع الطاقه الايجابيه اللي غادي تخرج من قلبي، وكنتمنى انها توصل لقلوبكم والعقول ديالكم في نفس الوقت. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.